السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على قناة ألماني في المحلة. لايك سبسكرايب كوباية الشاي ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنحل صفحة تمارين عشوائية. طبعا أنا هحل على طول من غير ما أبدأ أسباب، يعني نظرا لأن الحاجات دي كلها اتشرحت وتحل عليها، فلو حد عنده تعليق يا ريت يكتب في الكومنتات. اوكي طيب، بيقول لك كومت اوس اوسترايش هيبقى فير، بعد كده كومست دوت سور بارتي راح قايل لك اي اكله، بعد كده زوخن دي كيندا راح قايل لك اينم بال يبقى فاس، فاس زوخن دي كيندا راح قايل لك اينم بال، نيمن زيد المالت الهير راح قايل لك ايش نيمي دي يكي يبقى هنا 9. بعد كده بيقول لك است اير اوتو راح قايل لك اوف ديم بارك بلاتس، يبقى هنا كان السؤال فو. بعد كده بيقول لك ريبورين زي كاينا اورين، هنا راح قايل لك دي ريبورين اللي ماركن يبقى ضخ. بعد كده بيقول لك فندن زي دي تاشي هير راح قايل لك في. بعد كده بيقول لك كومت ديالية غنيش راح قايل لك اي هات ارس ترمين، اي هات ارس مين يبقى هنا فارو. بعد كده بيقول لك تون داين اورين نوخ في ودانك لسه بتوجعك، راح قايل لك 9 دي شمرتن زند بيج. بعد كده بيقول لك هايسن زي راح قايل لك يبقى في. بعد كده بيقول لك ليبن زي ان ايجيبتن راح قايل لك يا ان كايرو. بعد كده خد بالك ان كايرو موجوده في ايجيبتن. اوكي بعد كده بيقول لك فيرت اير انفنتا راح قايل لك ناخ ايجيبتن يبقى فوهين. بعد كده بيقول لك كارن ايش ضاهين تسوفوز جيهن، كان ايش داهين سوفوز جيهن راح قايل لك داسست فيل سوفايت راح قايل لك 9. بعد كده بيقول لك هات ايرت سايت عندك وقت فراغ راح قايل لك ام فرايت اجيب افان. بعد كده بيقول لك هات ياتسوك في ريشبيتون راح قايل لك اسست بنكتليش يبقى 9 اسست بنكتليش. بعد كده راح قايل لك مانتل جيهورت اينن راح قايل لك ديزا دا يبقى فيلشا مانتل، فيلشا مانتل جهرت ايه راح قايل لك ديزا ده. طب هنا بيقول لك ايه كان شويه نخ كومن راح قايل لك ابا مورجن، كان ايش هويته، هويته معناها النهارده راح قايل لك ابا مورجن يبقى هنا هو قال لك لا. بعد كده بيقول لك الت يبقى في الت الصفات على طول بسال عنها في. بعد كده بيقول لك بيكون ايش كاينه ريشنونج مش هاخد فاتوره راح قايل لك ده است زي، هنا السؤال كان منفي يبقى انت هنا بتقول له ايه ضخ. بعد كده بيقول لك جيهورن دي بوشا هير ديم دوتش ليرا يبقى بسأل بفيم فيم جيهورن. بعد كده بيقول لك جبت سكلايت ان شفارتس راح يقول لك برهابن اس نوا يبقى 9. بعد كده بيقول لك ليرنن زي دويتش راح يقول لك زايت يبقى زايت 1 زايت دراي يارن. بعد كده بيقول لك ايه جيهورد جيهورد داس بوخ دير نيشت راح يقول لك داس است ماين بوخ، هنا راح يقول لك دخ. ليه دخ؟ لان كان السؤال منفي. بعد كده بيقول لك كومت فاميلي باوا راح يقول لك اوس فرانكفورت يبقى فوهير. بعد كده بيقول لك بيكومن زي بيكومن زي امونات 2500 يبقى في فيل. بعد كده هابن زي داس هيمد ان جروسي 38 راح يقول لك توت مين لايد يبقى 9. بعد كده جيتس اينن دانكي يبقى في. بعد كده اخت او يبقى في شبيت، بسأل عن الساعة بقول في شبيت الساس. بعد كده غوفت غاو شودا ان يبقى دي ديريكتور يبقى فير. تمام. بعد كده بيقول لك هاس دو كان جيل دا باي راح قايل لك هاس دو كان يبقى ضخ لانه هو لسه معاه فلوس راح قايل له ضخ 100 دولار. بعد كده بيس دو هيتس راح له تو هاوز يبقى فو. بعد كده جيت اير تو اوبا راح قايل لك يدس فوخن اند كل اجازه يبقى في اوفت. تمام. بعد كده بيقول لك هابن داين كيندا هندي داباي، هندي داباي انا هنا محتاج يبقى كاين هندي، محتاج نفي لانه جواب بدخل يبقى انا محتاج نفي. بعد كده بيقول لك لت فراو هوبا اين راح قايل لك دين ليغا، خد بالك انه جاوب بدين ليغا يبقى انا هنا كنت بسال عن حاجه في الاكوزاتيف، بسال عن الاكوزاتيف بايه؟ بفين، اكوزاتيف عقل بسال عليك بفين. بيقول لك اس اس موجن هيس راح قايل لك يا يبقى ما ينفعش نفي زي.
ما ينفعش نفي لأنه هنا جواب بيرو نشتو كأن ما ينفعش. تمام، بعد كده بيقول لك إيه فارت إير إن دي أو إس آ راح قايل لك فورتس باي فوخن يبقى فور في لانج لذيذ الموضوع يعني. هات دي فونونج بالكون هنا الإجابة بدخ يبقى كان السؤال منفي يبقى كاينن بالكون. بعد كده بيقول لك كوفت إير راح قايل لك أوبست أوند جيموزا يبقى ده غير عاقل يبقى كنت بسأل بخص. بعد كده بيقول لك جيفيلت إير دي جوزي ده راح قايل لك جيفيلت زي مير جيفيلت زي مير أنا آسف جيفيلت زي مير راح قايل لك جيفيلت دير دي جوزي ده راح قايل لك جيفيلت زي مير. السؤال هنا ما كانش منفي فضخ ملهاش أي 30 لازمة هنا يبقى جيفيلت دير يبقى ناتورليش. بعد كده بيقول لك كوفت ام سوبر ماركت اين راح قايل لك ماينا التر هنا يبقى بفير لان انا كنت بسال عن الفاعل. بعد كده بيقول لك داس راح قايل لك يبقى فير لان انا هنا برضو بسال عن الايه الفاعل. بعد كده بيقول لك في فيل مش تنزي راح قايل لك اين كيلو في فيل معناها كميه في فيل مش تنزي راح قايل لك اين كيلو. بعد كده فونس دو شون هير راح قايل لك زايت صفاي يارن زايت صفاي يارن يبقى مش فون يبقى في لانج في لانج بونس دو هير راح قايل لك زايت صفاي يارن. بعد كده بيقول لك جيفالن دي بلوزن ام بلاو راح قايل لك فراو هان هنا انا كنت بسال عن المفعول يبقى فيم. شكرا جزيلا. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وشير، اوعى تنسى شير، خليك كريم خليك حبوب.